ماتش كانت موجودة في مقر هذه القرعة، قرعة كأس الرابطة، وأجرت هذه اللقاءات مع مندوبي الأندية اللي عرفوا من سيواجهون. والله الحمد لله القرعه وقعنا في نادي المقاولين، هنلاعب نادي المقاولين، وزي طبقا للحاج عامر قال لي الماتش من 19 ل 20، هو الفتره دي هتبقى مهمه جدا جدا ان اللعيبه تاخد احساس الماتشات الرسميه، والبطوله فعلا هتبقى بطوله مهمه جدا في فتره اعداد الانديه كلها، لكل الانديه المشتركه واللي ما في لعيبه اكيد هتشترك ما كنتش بتشترك في الدوري، فاكيد ان شاء الله باذن الله يعني الماتشات هتبقى ماتشات قوية جدا وماتشات مميزة. يعني القرعة متوازنة اعتقد، يعني ان شاء الله باذن الله هي بطولة الغرض منها هو تجهيز كل اللعيبة المشاركة في القوائم المقيدة في الاندية، فدي حاجة كويسة جدا جدا بنشوفها زي كل العالم، الدوري الانجليزي في كاس الرابطة وفي الكاس وفي الدوري، فاحنا النهاردة بنشوف بطولة جديدة كلنا بنتكاتف المفروض علشان تنجح ان شاء الله وتكون بطولة جيدة باذن الله تفرز على اللعيبة تخدم الكرة المصرية. هي القرعة الحمد لله القرعة يعني الناس كلها طالعة مبسوطة، القرعة وقعتنا مع النادي الاسماعيلي من الاندية، انت عارف الاسماعيلي يعني من الأندية الشعبية، فإن شاء الله بإذن الله يبقى مباراة قوية، يعني مش عاوز أقول لك مجلس الإدارة في ظهر الكابتن عبائي، مدرب من المدربين الكويسين جدا، ممكن النتائج شوية ما كانتش كويسة، إنما إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية إن شاء الله بنوعد جماهيرنا إن شاء الله إن الوضع يتحسن إن شاء الله، والبطولة دي يعني هناخدها استعداد لمباراة الدوري، فرصة بالنسبة للجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله، إن عندنا كان مجموعة من اللعيبة جاية في الانتقالات الشتوية حوالي 4 أو 5 لعيبة، فرصة ان ممكن يدي اللعيبة دي، وعندنا بعض اللعيبة الناشئين ممكن ان شاء الله باذن الله الماتشات اللي جاية دي ياخدوها. قرعة السنة دي قرعة متناسقة، قرعة مناسبة جدا، في تقارب في المستويات ما بين الفرق، نتمنى ان شاء الله تكون يعني تخرج بشكل مميز جدا، لان الفائز فيها ان شاء الله هيبقى موجود في السوبر المصري لدولة الامارات ان شاء الله، وده حاجة من الحاجات الجيدة جدا للبطولة دي. الحظوظ ما زالت مفتوحة بالنسبة لكل الفرق، سواء لو اتكلمت على بيراميدز، اتكلمت على الجيش الملكي، اتكلمت على فيوتشر، كلها لا ما زالت مفتوحه، لان لسه انت عندك ماتش مع بطل توجو، بيراميدز مسافر المغرب للجيش الملكي، وده برضه فريق كبير جدا، نتمنى ان شاء الله يبقى توفيق للفرقين المصريين الموجودين في البطوله، لان ده حاجه هتسعدنا على المستوى الشخصي ان يبقى فرقتين موجودين، وبيراميدز كان له من 2 أو 3 متواجد بشكل قوي جدا ووصل للنهائي.